برحب بحضراتكم أولاد هذا الشعب العظيم وحبدأ معاكم يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي. الحقيقة هذه المرحلة الحساسة والتاريخية اللي بتمر بها مصر لابد منا جميعا أن نقف ونطوي صفحات الماضي بكل ما فيها. نعم نعمل جميعا سويا لبناء هذا الوطن العظيم، ولابد الالتفاف لأشياء كثيرة كانت في الماضي لابد لنا ألا نلتفت لها مرة أخرى ونبدأ بناء جميعا هذا الوطن. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفترة المفتوحة وعلى هواء مباشرة الدكتور مدحت خفاجي الأستاذ بدراسات بالدراسات السياسية بحزب الوفد السابق والمحلل الأساسي. برحب بسيادتك فندم، أهلا بحضرتك يا دكتور مدحت. يعني إحنا هنبدأ في الدخول في هذا الموضوع مباشرة. المشهد السياسي في مصر الآن، مصر تتحدث عن نفسها، المشهد بدون تعليق طبعا، وإحنا فاهمين كل الأحداث اللي بتحصل. هنبتدي على طول دلوقتي في خارطة المستقبل. خارطة هذا المستقبل بدأت بالفعل اليوم في التفعيل. رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور أدى اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد. تعليق على هذه النقطة وهنبتدي بعد كده في سرد كل النقاط المتعلقة بخارطة المستقبل التي وضعها القرار. أنا الحقيقة يعني ببتدي بإن نبارك للشعب المصري نجاحه في مجهوده الجبار إن يتحرك أكثر من 20 مليون واحد لفرض إرادتهم على الحكم بعد فشل مجلس الشورى في مراقبة الحكومة وتعديل المسار بتواطؤهم مع النظام السابق. الحقيقة أنا برضك أنصح المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن الشعب المصري اختار المحكمة الدستورية بصفتها الاعتبارية، لأنه لا يعلم، كان لا يعلم من هو واسم رئيس المحكمة الدستورية. فأنا بنصحه أن المحكمة الدستورية بهيئتها كلها هي رئيس الجمهورية، ويجب عدم اتخاذ أي قرار صغيرة أو كبيرة إلا بعد التشاور مع أعضاء المحكمة الدستورية. طيب دي بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية ورئيسها المؤقت الذي كرئيس مؤقت البلاد. طب من الذي له الحق في هذه المرحلة في تعيين رئيس الحكومة؟ طبعا قانونا هو رئيس المحكمة الدستورية. نعم والمحكمة الدستورية. طيب الإعلانات الدستورية بقى اللي هتصدر من الرئيس الانتقالي، يعني ما مصيرها، مدى حريتها في إصدار مثل هذه الإعلانات؟ حضرتك تفضلت وقلت لابد أن يتعاونوا جميعا، ففي النقطة دي يا فندم. أنا رأيي إن لما هينزل إعلان دستوري للمرحلة الجاية إنه لا يحتاج إلى استفتاء عليه زي الإعلان الدستوري بتاع مارس. ليه؟ لأن القضاء ممثلا في المحكمة الدستورية يمثل كل الشعب. ليه؟ لأن السلطة التنفيذية بتمثل الأحزاب اللي جايباها. فالقضاء والسلطة التشريعية بتمثل الأحزاب اللي هم جابوهم في التمثيل. لكن السلطة القضائية بتمثل الشعب كله. فمش محتاج، ودولت طبعا رجال قانون وهيحكموا بالقانون، فمش محتاج ان الاعلانات الدستوريه اللي هيطلعوها تطلع الاستفتاء. طب بيبقى شكل التوافق عليه ازاي؟ يعني كيف يتم الاجماع والتوافق حتى يخرج؟ انا رايي ان هو لازم اعضاء المحكمه الدستوريه يبقى ككل هم اللي يعملوا الاعلان الدستوري. لكن هو رئيس المحكمه الدستوريه فقط هو المنوط به هذا الامر. طبعا. بس حضرتك يعني هم، بس هو اكيد بيبقى في نوع من الاستشارات، يعني اكيد ما طبعا هم يستشيروا من يريدون، لكن هو قانونا هم هو طيب. فيصل يعني. طيب خارطه المستقبل التي وضعت الان، يعني دور الشباب، هكلم حضرتك في دور الشباب في الحكومه الجديده، كيف يعني يدخل بقى الشباب من حقه ان يدخل؟ هو يعني الشباب الحقيقه هو المحرك للديمقراطيه المباشره. خروج الملايين المصريين لتغيير المسار بتاع ثورتهم بتاع 25 يناير فأثبت للعالم أجمع للمرة الثانية في خلال أقل من 3 سنوات إن هو قادر على تطبيق الديمقراطية المباشرة اللي هو الشعوب مش عارفة تطبقها، بإنه متحضر. الجينات المصرية كلها تحضر ورقي وثقافة،
سياسية. نعم. فالشباب هو المحرك للديمقراطية المباشرة بتاع الميادين، بحيث ان لو الوزراء او رئيس الوزراء الجاي او حتى رئيس الجمهورية المؤقت انحرف عن المسار الوطني هم يقدروا يقوموه يعني. يعني خلينا يا فندم نتحدث بمنتهى الشفافية والصراحة، حتى لا نقع مرة أخرى في أخطاء الماضي بالنسبة للشباب بعد ثورة 25 من يناير، كيف يمكن أن يعني نتفادى؟ ما كانش في توافق على أي حاجة، كانوا بيقعدوا في يعني مفاوضات كثيرة وما حصلش حاجة، كيف يمكن أن نتفادي أخطاء الماضي بالنسبة لموضوع الشباب؟ الشباب هو الحقيقة الشباب بتوع ثورة 30 يونيو ده هم الوحيد اللي هم يقدروا ينفذوا أهداف الثورة، فلذلك أنا رأيي إن لازم يكون خاصة إن اللي حصل دلوقتي تصحيح لمسار الثورة الماضية. نعم. فأنا رأيي إن ما فيش مانع إن يبقى عدد منهم وزراء في الحكومة الجديدة. لأن اللي بيمشي الشغل في الوزراء هم وكلاء الوزراء في الوزارات يعني. لكن الوزير لو هو شاب ومتفتح هيخلي الحاجة اللي الوكلاء الوزراء يعملوها في شهر هو يعملها في يوم او فبالطريقه دي بس لازم برضه يا فندم يعني يستعينوا بالخبرات معهم. طبعا ما هو يعني الخبره برضه دي موجوده فلازم يستعينوا بالخبرات السابقه بالنسبه للحكومات اللي كانت ناجحه في مصر. يعني هي دورهم لازم يبقى تنفيذي وبس، هو طريقه الاختيار هي المهمه. ما انت ممكن دلوقتي كل رؤساء الدول حتى الكبيره زي انجلترا وامريكا كلهم في العقد الخامس يعني كلهم من 40 ل 50 سنه يعني براون مثلا 45 اوباما جه 44 فيعني ما ودلت مش بعيد عن الشباب المصري. بس دول يعني رؤساء جمهور بالظبط. لا مش بس كده، هم حواليهم مستشارين. ايوه هي تقريبا المستشارين هم بيبقوا مين اللي بيعملوا الشغل. لا اسف، في نظام للمستشارين، لكن نتكلم ازاي في تعيين رئيس الوزراء والوزراء الاول. يجب ان يجب عدم اعتبار ان تعيين رئيس الوزراء والوزراء عمليه سريه زي ما حصلت ويا مبارك وزي ما حصلت ويا النظام اللي فات. يجب ان الاول رئيس الجمهوريه يرشح رئيس الوزراء وبعدين وما يعينوش ويدخل في جلسات استماع في وسائل الاعلام تلفزيون واذاعه وجرايد ويتعرض على ميدان التحرير ويقول لنا هيعمل ايه لو اتعين رئيس وزراء. ولو لما حصلش توافق، ده الطريقه الديمقراطيه لتعيين رئيس وزراء ورئيس والوزراء في اي بلد. بيتعرض الاول للحوار المجتمعي ويقول لنا ايه اللي هيعمله بحيث نقدر نحاسبه بعد كده. لكن ما تجيبيهم بليل، واحد يجيب قريبه وصاحبه او تتقسم الكيكه الكعكه على اعضاء الاحزاب. يعني احنا بنأمل المرحله المقبله يا فندم ما تبقاش السلطه، يعني احنا مش الكرسي. احنا بنأمل بناء الوطن وليس فلازم السلطة. يبقى ناس متنقيين بناء على برامج هم بيعملوها. هم ناويين يعملوا ايه؟ كل وزير يقول لنا قبل ما يتعين. مش يجي واحد يوم مطلع الوزراء من جيبه تاني يوم الصبح عشان محدش يعترض عليه. لا. لان ده هيبين انها مش وزاره ديمقراطيه. نعم. اللي طريق بقى المستشارين في المفروض ان احنا ننتقل الى مرحله مراكز الفكر اللي هي ثينك تانك اللي هي المستقله، المراكز الفكر مش المجالس القوميه المتخصصه اللي هي تتبع رئيس الجمهوريه، لا لازم تبقى مستقل في بالذات في الجامعات المصريه. وهم عارفين مشاكل مصر، وكل مركز فكر في جامعه مثلا القاهره، جامعه عين شمس، جامعه اسكندريه بيقدم الحلول للمشاكل. او مراكز استراتيجيه في زي الاهرام والجمهوريه والحاجات، وبيقدم حلول للمشاكل. هو وظيفه بطريقه واقعيه ما تبقاش بقى اكاديميه. لا بتمويل يعني بقول. تبقى تفعل على ارض الواقع. لان ساعات الاستراتيجيات الفكريه لما تيجي تفعلها على ارض الواقع لا مش قصدي كلام موسى. وبعدين وظيفه المستشارين بتوع الرئيس او رئيس الوزراء او الحزب
ان هم يختاروا من افكار دي فكره تناسب التنفيذ. وبعدين المركز الفكر اللي عمل المشروع هو اللي يراقب التنفيذ. نظير مكافأة صغيرة يعني. كلام فارغ يعني. نعم. واللجان النوعية في الحزب الحاكم ده بعد كده ما اللي يبقى لهم. اللجان النوعية في الحزب الحاكم بتختار برضك المشروع. وبعدين رئيس الوزراء بيعرض ورئيس الجمهورية في النظام الرئاسي بيعرض حل المشكلة البطالة بس. بيقول والله مركز الفكر بتاع اسكندريه بيقول كذا، مركز الفكر بتاع الاهرام بيقول كذا، مركز الفكر بتاع افضل طريقه لتفعيل العقل. احنا نقينا الحل بتاع مثلا جامعه اسكندريه، مركز الفكر بتاع جامعه اسكندريه والاسباب الاتيه. لكن مش المستشارين هم اللي يقترحوا. ليه؟ لان ما المستشار بيقترح الحاجة اللي يرضى بيها رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية عشان يظل في موقعه. نعم. فما بلاش يعني حضرتك عايز تقول وبعدين تتعرض على البرلمان والبرلمان يجيزها بقى. حضرتك عايز بعد جلسات استماع فريق برضه. عمل او تيم وورك زي ما بنقول على اساس ان هم يبقى كل الحلول توافقية ويكون في رؤية وكذا رؤية بالنسبة لهذا الشأن. دي مش فكرتنا. أنا فاهم. أنا حضرتك ده فكرة عالمية في كل دول ديمقراطية. عايزين ما نقولش هنختار العجلة كده. نعم. عايزين ما نقولش يعني موضوع مش عايزين نقول المراقبة عشان بس محدش يحس إن في رقيب عليه، ولكن إذا تم يعني ليه المنع إن يبقى رقيب مراقبة وشفافية؟ من الذي سيراقب يا فندم؟ من الذي سيراقب؟ هو المشكلة بقى في المرحلة المؤقتة. هي المفروض المراقبة دي بتبقى في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو مجلس الشيوخ. لكن في المراقبة بتاع مجلس النواب فيها لها طريقة آلية اللي ما اتبعتش عمرها في مصر، كانت بتتبع قبل سنة 1954 اللي هي اللجان التفتيش الداخلي عن المصالح الحكومية. دي لجان من 15 بتكون من الموظفين اللي على المعاش المتخصصين. نعم. يعني مثلا بتاع التعليم الموجهين بتوع التعليم اللي على المعاش بيعلم مجلس النواب انه عايز ناس يراقبوا الموظفين. يجي اللجان دي بتراقب كل موظف الدوله ابتداء من الغفير للوزير. وبتكتب فيه تقرير سنوي. وحسب التقرير ده الموظف يا يترقى يا يترفد يا ياخد جيزه يفضل زي ما هو. وبعدين في المراقبه بتاع المجالس البلديه اللي هي 10 مجالس لكل حي في المدن الكبيره او كل مركز. نعم. هم 90 واحد. طيب انا هتوقف عند النقطه دي مع حضرتك واستكمل معك هذا الحوار، ولكن ناخد هذا الاتصال التليفوني مع الدكتور عادل كبيش مسؤول الجاليه المصريه بواشنطن. برحب بسيادتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. سمعني؟ أنا سامعه يعني. حضرتك سامعه، أنا للأسف أنا مش سامعه، بس أنا هبدأ معاك الحوار لأن أنا مش سامعه الحقيقة، بس هبدأ معاك السؤال الأول فاعذرني يا فندم أنا مش سامعه حضرتك، فأنا هخلي حضرتك تجاوب. دلوقتي هنتكلم مباشرة عن الموقف الأمريكي وقلق أوباما وتعليق المعونة من الكونجرس، بماذا تفسر هذا الموقف الذي يختلف نسبيا عن الموقف الأوروبي الذي دعا بشكل مباشر رد الشعب المصري؟ لماذا خرجت الأوساط الأمريكية بالأمس عبر وسائل الاعلام؟ ويعني الحقيقه يعني مش نقدر ناخد الموقف الامريكي او نبص له كانه موقف واحد. انت عندك الاداره الامريكيه اللي هي بتتمثل في الرئاسه والوزراء والبنتاغون، عندك بعد كده الكونجرس. الكونجرس زي ما احنا عارفين مقسوم قسمين، اللي هو المجموعه المحافظين او الجمهوريين والمجموعة الديمقراطية أو المجموعة الليبرالية. كان من البداية خالص مع مجيء الإخوان والقرار يتخذ، هل إنه في احتمال إن في زي ما تقولي إسلام سياسي أو دولة إسلامية تكون في مصر وتكون تتماشى مع المصالح
الأمريكية، لأن الحكاية في النهاية هي مصالح. كان طبعا من البداية كان في تشكك، ولكن الجماعة اللي هم ديمقراطيين بجانب أوباما وقفوا مع الـ يعني الإخوان، وشجعوا الإخوان حتى أنهم ادوهم فلوس وساعدوهم في انتخابات محمد مرسي. ولكن من البداية كان في تشكك من ناحية الجمهوريين أن الإخوان سيأتوا بنظام ديمقراطي يتماشى مع المبادئ الديمقراطية في أمريكا. فاللي بيحصل في أمريكا ده شيء طبيعي جدا، احنا مش شايفها كلها يعني ضد قرارات الفريق السيسي وضد إرادة الثورة المصرية، لأن الجمهوريين الحقيقة اللي هم المحافظين بيباركوا هذه الخطوة أو بيقولوا إن هي الطريق الصحيح في مصر. احنا للأسف اللي بنلاقيهم أصواتهم عالية وضد ما حدث أمس إن إرادة الشعب تحققت، هم اللوبي الإسرائيلي أو اللوبي الصهيوني. يعني محطة الإذاعة اللي طلعت كان كلها من ابتداء من الإعلام يا شهير وولف بيتسر لبعض الناس اللي نادوا، فكان الدليل على أن كان في مصالح إسرائيلية كبيرة في وجود جماعة الفانز. طيب دكتور عادل، الحمد لله أنا سمع حضرتك دلوقتي وسمعت الرد بتاع حضرتك، أنا هستكمل معك هذا الحوار. طبعا إحنا فاهمين الآن الصورة في مصر تتحدث عن نفسها إرادة شعبية وليس انقلاب على الإطلاق. طبعا دلوقتي الكونغرس الأمريكي وكذلك الحزب يعني الجمهوري بيوجهوا انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنه عول على الحصان الخاسر. أنتم بوصفكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومع هذه الحملة الشرسة من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية الصهيونية، أنتوا بتردوا عليهم تقول لهم إيه؟ لا إحنا مش بنرد عليهم دلوقتي، إحنا من البداية بذلنا مجهود كبير سواء مع الولايات المتحدة والإدارة والكونغرس سواء في اليونايتد نيشن. انا بنفسي رحت اليونايتد نيشن وقابلت يعني ثاني راجل في اليونايتد نيشن بعد مون، والتقيت فيه تفهم منهم انه ما هو التأثير المباشر والغير مباشر على الامن والسلام العالمي في وجود دولة اسلامية، في وجود التيارات اسلامية متشددة. المشروع كله او الموضوع كله هو التطرف، يعني التطرف من اي جانب سواء جانب ديني او جانب مسيحي. دايما احنا بننتقد وبنقول ان التطرف هو سبب المشكلة، فاحنا سابقا كان لينا دور كبير ان احنا بنعرف الادارة الامريكية. انا قابلت ناس مستشارين لبوش جولي مخصوص عشان يعرفوا ايه الوضع في مصر، ايه احتمالات 30 يونيو، وطبعا هم متفاهمين جدا، ولكن في ضغوط وفي جماعات ليها مصالح. اللوبي الاسرائيلي قوي جدا، اللوبي الصناعي بتاع الاسلحة له مصالح مختلفة. فامريكا ما هي الا للأسف ان احنا بنقول لهم ارجعوا زي ايام زمان واعملوا الديسكور وانشروا المدارس وانشروا التعليم وانشروا الحاجات اللي امريكا معروفة بالتقدم فيها والناس هتحبكوا. وبنحاول نشرح لهم ان في النهاية الحصان الذي يكسب دائما ولا يخسر هو الشعب، هو إرادة الشعب. يعني على وعسى ان الامريكان يفهموا. وانا بتهيألي كانت رسالة واضحة ليك. الحقيقة فندم يا دكتور عادل، يعني هو كثير من المراقبين للموقف والمحللين زي ما حضرتك قلت، الشعب هو الذي اختار، الشعب هو الذي له الشرعية. ناس كتير جدا بيقولوا طب يعني السفيرة الامريكية باترسون في القاهرة اكيد كانت بتنقل الصورة للادارة الامريكية، يعني السفارة بأكملها أكيد كانت بتنقل الصورة للسفارة الأمريكية، فلماذا هذه الحملة على مصر؟ هي يمكن كانت بتنقل الصورة زي ما يعني إيه الانتنشن بتاعها، إيه اللي كان في دماغها، إيه مصالحها. السفارة الأمريكية للأسف وإحنا ساعدناها إن هي
تدخلت اكتر من لازم واكتر من موقعها في الحياه السياسيه المصريه، لدرجه انها كانت زي ما قلت قبل كده في بعض اللقاءات كانت بتتصرف وكانها المندوب الشامي البريطاني اللي ثوره 52 قامت عشان تتخلص منه. فهي كانت بهذه المثابه ان هي بتعتقد ان هي ستملي يعني على إرادة الشعب المصري. الحقيقة أنا عايز أرجع وأقول إن أمريكا كان في رسالة كان المفروض توضح لأمريكا. طبعا البيان كان ممتاز. أنا كان نفسي إنه الفريق السيسي أو اللي كتب البيان يقول استجابة لإرادة الشعب وبناء على يا فندم يا دكتور عادل، ما الصورة تتحدث عن نفسها يا فندم، يعني الصورة كانت باينة. إحنا عندنا مادة دستورية واضحة المعالم وبتقول في النهاية أن السيادة للشعب، فقرار المؤسسة العسكرية إنها تناصر وتحقق إرادة الشعب فهو ده قرار لتحقيق كمان الإرادة الدستورية إذا أردنا أن نقول هذا. نعم نعم نعم. طب أنا معي الدكتور مدحت خفاجي أستاذ بمركز الدراسات السياسية بحزب الوفد سابقا ومحلل سياسي. أنا شايف حضرتك في مداخلة أو عايز تتكلم معك. أول الحقيقة الانقلابات العسكرية أو تعريف الانقلابات العسكرية دي بتبقى مؤامرة بليل بيفاجأ بها الشعب، زي الانقلابات بتاع امريكا اللاتينيه دي جمهوريه الموز. فدي ما تنطبقش خالص على الحاله المصريه، دي اول واحده. ثاني حاجه ان الشعب الذي اجبر القوات المسلحه على انها بصفه انها هي حاميه الشعب بالاساس هي المسؤولة عن حماية الشعب في الداخل. لا هو مش أكبره، هي القوات المسلحة دايما موقفها بيبقى ضد الشعب. أيوه بس هو اللي خلى القوات المسلحة وطلب منها. ابقى معنا يا دكتور عادل، وطلب منها إنها تتدخل. دي أول واحد. تاني حاجة، لو هم انقلاب عسكري كانوا احتفظوا بالسلطة من أول يوم. الدليل على كده اللي حصل النهاردة، إن سلموا السلطة من أول يوم الى المحكمة الدستورية. نعم. بحيث ان هم راحوا السكنات من اول يوم. ففين بقى الانقلاب العسكري؟ يعني انا هقول لحضرتك يا دكتور عادل، هو من السؤال ده او مش سؤال، يعني ملخص كلام دكتور مدحت اللي وجهه لك، اللي عايز يقول فيه بان الاداره الامريكيه لابد لها يعني ان يكون الموضوع واضح بالنسبه لها انها اراده شعبيه. كون ان اوباما عول على الحصان الخاسر دي مش مشكله الشعب المصري. طيب ماذا عن المعونه يا فندم؟ ماذا عن وضع المعونه المصريه؟ المعونه المصريه ده مشروع بسيط وفي نفس الوقت معقد جدا، لان انت عارفه في معونه اللي هي المعونه الاقتصاديه، ودي يعني متوقفه شبه متوقفه، وهي جزء بسيط جدا ولا يعني يشفي او يغني من جوع، فدي مش مشكله. المعونات الثانيه وهي المعونات الاقتصاديه، المعونات العسكريه، واللي امريكا الحقيقه فرضتها على مصر على اساس يكون ليها نوع من المعرفه او نوع من يعني. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، هو في الاخر الموضوع بيرجع لهم، لان التوكيلات بالنسبه للاسلحه الامريكيه ما بترجع لهم تاني، يعني حتى لما بتيجي المعونه العسكريه هم بيبقوا واخدين العائد بتاعها من الشركات، وبالتالي هناك عندهم الموضوع ده فيري كومبليكيتد، يعني موضوع معقد للغايه، مش ممكن مشكلة بالنسبة لهم فيه. لا، المعونة العسكرية مهمة لأمريكا أكثر من مصر بكثير، لأن هي ديت اللي الأسلحة الأمريكية، تصنيع أمريكي، مهمة للإمبلويمنت أو فرص العمل في أمريكا. نعم. مهمة كمان التعاون العسكري ما بين مصر وأمريكا في عمليات تدريب وغيره، حكاية الحرب على الإرهاب. فأمريكا يعني لا تستطيع ولا تملك ان هي تنقطع من المشاركة في الحياة العسكرية المصرية للإفادة اللي هي بتستفيد بيها. فهي اذا كانت هي مفيدة بعض الشيء او غير مفيدة لمصر، فهي مفيدة جدا جدا لأمريكا. نعم.
ولا غنى لها عن امريكا. اذا قالوا سنقطع المعونه فاحنا نقول لهم جو اهيد يعني. وبعدين خاصه ان تلك المعونه مقترنه باتفاقيات سلام كامب ديفيد بالنسبه لمصر واسرائيل، ومصر اسرائيل بتاخد حصه اكبر منها، فالموضوع ما جاش على سبيل الاتفاقيه الاتفاقيه حسب ان بيترسون. نعم لا هو الحقيقه في نوع من عدم التفاهم للحكايه دي، لان المعونه هو اتفاق لاحق لمعاهدة السلام وليس جزء من معاهدة السلام. فالحقيقة في ناس كتير بتفهم الموضوع ده خطأ، لأن ده يعني وقف المعونة أو استمرارها لا يمس بمعاهدة السلام أو شروط الأساسية لمعاهدة السلام، لأنه كان اتفاق لاحق على أساس تشجيع أن معاهدة السلام والمسألة السلمية تستمر. يعني يعني ما جاش وليد يا فندم الصدفه، ولكنه وجد لاسباب معينه. طيب دكتور عادل كبيش مسؤول الجاليه المصريه بواشنطن، شكرا لحضرتك، والحقيقه الفتره الجايه دكتور مدحت على الموجودون يعني او الموجودين بالولايات المتحده الامريكيه ان يوضحوا الصوره، ان يوضحوا الصوره كما نشهدها نحن كمصريين هنا. يعني هي المجتمع الامريكي فسيفساء من اقصى اليمين لاقصى اليسار. فلو تلاحظي في دليل بقى على تواطؤ الاخوان مع الاسرائيل. الدليل ان اللي دافع عنهم في واشنطن هم اللوبي الاسرائيلي في الكونجرس. دليل على اتفاقهم المسبق مع الاخوان على انهم يحافظوا على امن اسرائيل ضد مصالح الوطن المصري. ده دليل على خيانتهم للوطن. لا بلاش نتكلم بقى، احنا قلنا ايه عايزين ما نرجعش للوضع الطيب. خد الحقيقه بتاعه المعونه لما بيجل كان بيتفاهم ويا السادات فقال له لا احنا محتاجين البترول بتاع سينا، احنا ما عندناش بترول. فكارتر حل المشكله دي ان هو قال ان احنا مصر تديكم البترول بتاع سينا ليه؟ لانه كان عايز ما ينسحبش من ابار البترول فبغديس وبزنيمة، ومصر تديكوا البترول بسعر التكلفه. نعم اللي هو كان 3.6 دولار، وكان ساعتها البترول ب 40 و50 دولار. فمصر تديكوا البترول بتاع سينا لحد ما ينتهي بسعر التكلفه، قصاد كده احنا عندكم معونه بثمن البترول. وان باترسون جاء الاتفاقية السرية بتاع كامب ديفيد، وان باترسون اعترفت قدامنا في مركز ابن خلدون من اكتر من اسبوعين ان كان في مشاورات مستمرة في العقدين الاخرين بين الاخوان والادارة الامريكية. نعم طب يعني الادارة الامريكية لديها الصور. هسأل نفس السؤال اللي سألته الدكتور عادل كبيش، لماذا هذه الحملة على مصر؟ الحملة على مصر لأن العملاء أو العميل اللي هم مجهزينه من سنين وصرفين عليه 50 مليون دولار، وأوصوا منه ظرف الإعادة في الانتخاب، ووصوا إحدى الدول الخليجية بدافع 400 مليون دولار له عشان ينتخب. عشان كده الكونجرس دلوقتي بيحاسب، زعلان لأنه مش عارف مين اللي جاي. عشان كده الكونجرس مش على فكره مش الكونجرس بس اللوبي الاسرائيلي فتره. الكونجرس الامريكي بيحاسب الرئيس اوباما عن هذه الاموال دي، ويعني بدا ويضيع، مش عارفين مستقبل اسرائيل ايه مع النظام الجديد. وبعدين هم دايما بيحبوا يسيطروا على الدول. طيب انا هسال حضرتك حاجه، لان الموضوع ده الحقيقه بيهمنا كثيرا. هذه الصورة المغلوطة التي تنقل للولايات المتحدة الأمريكية عبر وسائل الإعلام، مش كل وسائل الإعلام بالنسبة لها، بس قنوات معينة صهيونية احنا فاهمينها، CNN الإخبارية. الإعلام الخارجي، الرسالة التي يجب أن يهتم بها ويوجهها الإعلام الخارجي في هذه الفترة. أيوه، أهم حاجة إن الدليل الذي لا يشوبه أي شيء، إن من أول يوم المجلس العسكري نقل السلطة إلى القضاء. نقل السلطة إلى المحكمة الدستورية. ده الدليل الذي لا يقبل الشك. دي أهم حاجة. والموقف الأوروبي الذي دعم إرادة الشعب المصري في موقف أوروبي، في موقف ومنظر الجماهير وأعدادها اللي سجلت
بواسطه جوجل ايرث. جوجل ايرث جوجل ايرث وبردك الفضاء اللي هي الطيارات الهليكوبتر دي لازم تتعرض، الاعلام يعرض عدد كذا كانوا في كذا يوم كذا. الاداره الامريكيه مكتب السفير مكتب يعني السفاره الامريكيه، حتى السفاره يعني لو اتكلمنا كلام بسيط السفاره الامريكيه على مقربه جدا من التحرير والاحداث. يعني ده سؤال يعني حتى كلمه بسيطه يعني هم بيدوروا على اي حاجه لاوباما عشان ينقلوه بس. نعم نعم. طيب خلينا نكمل بقيه خريطه المستقبل اللي احنا بنتكلم عليها. هي دلوقتي هي لحضرتك نعمل حته يعني سؤال في سؤال، هل تؤيد اجراء انتخابات رئاسيه اولا ولا برلمانيه؟ لا برلمانيه. ليه؟ احنا كنا طلبنا بانتخابات رئاسيه مبكره. ليه؟ لان كان في مجلس شورى، كان في مجلس نواب او مجلس شورى واخد وظيفه مجلس نواب، فكان ده ممكن يراقب الرئيس الجديد. نعم دي اول واحد. لو احنا بقى عيننا انتخبنا رئيس الجمهوريه الاول ايه اللي هيحصل؟ هينتقل السلطه من رئيس محكمه الدستوريه له لانه انتخب، السلطه التشريعيه هتنتقل له. يبقى احنا كوننا دكتاتور نونو دكتاتور، ممكن يبقى دكتاتور بعد كده كبير، فيبقى عنده ولا عايزين دكتاتور كبير ولا عايزين دكتاتور اللي هو عمله لما مرسي، الدكتور مرسي خد السلطه التنفيذيه والتشريعيه الاثنين، فاكره انت لما تحل مجلس النواب خد السلطتين. فايه اللي بيحصل بقى؟ لما هياخد السلطات دي رئيس الجمهوريه المنتخب هيكون وزاره. ماشي؟ وهو اللي هيدير انتخابات البرلمان والشورى. فهيديره بحكومه غير محايده تتبع لفصيل معين من الاحزاب او غير. فبالطريقه دي هيدير المعارك الانتخابيه لحسابه. او هيبقى في اغراء. حضرتك عايز بتقول ان من الاستحواذ مجلس نواب غير ممثل للشعب والشعب يصوع عليه تاني. نعم نعم. يبقى احنا دلوقتي في عجاله وفي نقطه عشان احنا دهمنا الوقت. المصالحه نقطه مهمه جدا دلوقتي، تلك المرحله لابد من المصالحه الوطنيه. طب نتكلم على حاجه قبلها للبناء عشان بس الوقت ما يدهمناش عشان في نشره. البناء احنا عايزين نبني دلوقتي. احنا كوننا انا والدكتور عادل كبيش من عده اسابيع جبهه 30 يونيو لحل مشاكل مصر. وبدا بكره الانتاج بتاعها تظهر، وعندنا اكثر من 300 خبير في كل المجالات، عدد كبير جدا منهم من المصريين في امريكا. وعندنا حل المشاكل، بس كل مشكله زي البطاله وعجز الموازنه والعجز الاقتصاد والديون والحاجات دي كل واحده عايزه حلها. احنا لو اتكلمنا بقى في التصالح اللي حضرتك بتقوليه، هو الحقيقه الشعب متصالح بنفسه وياه، وحتى التيار الاسلامي النور كانوا محاضرين في اللقاء ومتصالحين وياه. والحقيقه حكايه ان هم راعيين المشروع الاسلامي ده ثبت انه غلط وغير حقيقي وفي خداع، لان لو هم صادقين على المشروع الاسلامي كان على الاقل منع الامور بقرار صغير. نعم. لكن ما عملوش حاجه. يعني الحقيقه يعني التصالح بقى انا رايي ما فيش مانع ان فلول الحكومه السابقه وفي حلول. انا بقى عايزين بقى نشيل المصطلحات دي كمان. نعمل لجنه للمصالحه. يعني احنا بنبتدي عهد جديد. خلاص يبقى مصالحه وطنيه. تاريخ جديد لهذا الوطن العظيم. عايزين بقى نبطل المصطلحات. انا رايي بقى عشان نعمل مصالحه. نعمل مؤتمر للمصالحة. نعم. يمثلوا كل الأطراف بما فيهم الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية. هم اللي شك فيه طبعا. لأن هم نسيج كبير من الوطن أيضا في هذه المرحلة. ولو إن في صورة على الفيسبوك النهاردة نازلة مبارك واقف في سجن طغة وعليه يافطة لا لأخوان الطغة. يعني وطبعا الحاجات دي طبعا بتخرج دايما، احنا عارفين الشعب المصري لازم حتى رغم الازمات بتخرج منه فكاهات كثيره. الدكتور مدحت خفاجي استاذ بمركز الدراسات السياسيه بحزب الوطن وسابقا والمحلل السياسي، شكرا يا فندم لتشريفك معنا في هذه الفتره وهذا الاستوديو. اعود
أقول مرة أخرى مشاهدينا الكرام في كل مكان، يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، والتقي بكم بعد قليل في نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء. أنا وزميلتي العزيزة أمال رشدي، كونوا معنا وإلى اللقاء.